بسم الله الرحمن الرحيم إن قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إن قرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب تولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطغى أن تطيعه واسجد وأقل تعبا.